زكريا البرياحي رئيس مركز دراسات تعاونية للتنمية المحلية سيكوديل. نهارا تنظم نشاط علمي جندوة علمية تنظم سيكوديل المناسبة الاحتفال تخليد اليوم العالمي للمرأة. وهذه جند تقليد سنوي تنظم سيكوديل كل عام. عما نخضع ديج الموضوع جات ورث موضوع الساعة الموضوع عن التمكين الاقتصادي للمرأة نسيورخ المرأة الريفية نسيورخ العوائق الثقافية المالية. لذلك الشيء قنستضف اندويا يجي العدد المتخصصين الجمعويين رجال الاقتصاد باش هذا غشن يعني الرأي نسن دي الموضوع. وكذلك نستعد يجي العدد النساء الرائدات يجن شحن دي المجال المقاولات باش نتحس الشهادة نسن التجربة نسن وفي نفس الوقت تانو في ديج المناسبة سانحة باش نكرم. نحن الآن بصدد ندوة ستقام حول دور المرأة الريفية. أنا الموضوع الذي اختيره هو المعيقات السوسيوثقافية التي تحول دون التمكن الاقتصادي للمرأة بالريف، وغادي يتناولهم جوانب متعددة، كان جانب سوسيولوجي جانب ثقافي جانب الواقع وجانب المعاناة ديال المرأة خاصة بالريف. هذا هو الجوانب اللي غادي يتناولها الندوة الآن من خلال 5 ديال العناصر. بعد طبعا كاين هناك شهادات والإخوة في المركز الأبحاث والدراسات السيكوديل الذي انضم للندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهم الذين أشرفوا على توزيع المحاور، وغتكون عندها خلاصات وغادي يكون وقيلة فقرات تكريمية كذلك في هذه المناسبة.